حلقه جديده من شيكو في الرغيف على المعده خفيف. جايين النهارده نجرب حبه شغل جامدين قوي من عند حمزه. الناس كلها ما تعرفش ان هو بيعمل مشويات. الراجل بيعمل حبه كفته وحبه طرب وكمان حبه حواوشي ما حصلوش وفراخ مشويه للناس اللي بتحب تعمل دايت. يلا بينا نجرب حبه المشويات دول. وكمان فطير حمزه اللي احنا متعودين عليه الجامد. احنا جايين النهارده نطلع بقى الاوردر بايدينا عشان احنا ما بنهزرش. وفي حبه نيوتيلا كده وحبه حاجات انا شايفها. جايين النهارده نعمل لكم اوردر كده ايه من الاخر من الحاجات اللي هي يعني حمزه مشهور بيها دي. فطيره سجق كده نجربها ونقول بسم الله مع بعض. مهندس وائل الشهير بابو حمزه، مساء الفل، ازيك حبيبي يا شيخ؟ احكي لنا عن حمزه وحمزه ابتدى امتى، عايزين نعرف كده اخبارك. والله المطعم الحمد لله ابتدى من حوالي 7 سنين. مطعم صغير كده 2 متر في 3 متر، كبده وسجق وشويه، وبعدين دخلنا مشوي شويه كريب وبعدين فطير، وتشهرنا بالفطير في الاخر. يعني ايه اللي بتعمله في الفطير مميز مخليك مشهور قوي؟ والله موتزاريلا كويسه، الدقيق، الخامات بتبقى حلوه، بتطلع كويسة. حاجه حلوه الحمد لله. بس انا عارف ان الناس مقبله كلها على حمزه عشان الفطير عشان الفطير عشان الفطير. اول الخامات يعني ده رزق ربنا طبعا الحمد لله. والحاجه بتبقى يعني بنحاول ننقي احسن حاجه موجوده في السوق تقريبا، وبس وفضل ربنا بقى الدنيا بتمشي. وحمزه جت من اسم ابنك بقى حمزه، يعني هو وش الخير عليك. الحمد لله. طيب قول لي ايه الاصناف اللي عندك جامده عايزين نجربها النهارده؟ ايه الحاجات اللي انت شايفها مميزه قوي؟ والله في الفطير كله، بس هو الاكثر يعني الميكس جبن عليها حاجات، يعني زي مثلا الميكس جبن عليها كريسبي عليها بسطرمة، الميكس لحوم سجق ودوج وبسطرمة، المشوي بقى طرب وكفتة. انا شايف عندك مشويات، دي حاجه انا قبلها ما شفتهاش يعني. انا بحبها جدا. ايه عندك في المشويات جامد قوي؟ الكفته والطرب طبعا المعلمين بتوع المشوي كله، والفراخ المشويه اللي عايز يعمل دايت. انا ما احنا عاملين دايت على طول، احنا ما بنبطلش الدايت. ما بعيداش لينا يعني. بس والنوتيلا طبعا اللي احنا سندينا عليها. النوتيلا دايت، انا شايفها بيضه فكده دايت اللي احنا سندينا عليها. طيب احنا متشوقين جدا نجرب، واجرب الاكل برده واقول لك بعد ما نخلص حبيبي. ويلا بينا نجرب. عندما ياكل العمالقه بتيجي السفره بالطريقه دي. انا بصراحه منبهر من اللي عامله حمزه. انا ما كنتش متخيل انه عنده مشويات بالطريقه الهايله دي. عامل صينيه ولا اروع، حاجه فوق الخيال. ما تيجي نشوف الموضوع ده، الموضوع كبير قوي. طلبنا اوردر برضو الفطير بتاعنا، جبنا 3 انواع لان طبعا احنا مش هقدر طبعا اكل كل الاصناف. خليني اقول لكم انا طلبت حاجه اسمها حواوشي ايطالي، حاجه شكلها غريب، ده الحشو بتاعها من جوه، وهنرجع نقول برضو ايه راينا فيه. وطالبين حاجه اسمها مشكل لحوم، فطيره مشكل لحوم فيها السوسيس وفيها سجق وطبعا والجبن وكل الكلام الجامد ده. ومعانا فطيرة تانية اسمها تشيكن كريسبي، دي هيبقى فيها فراخ مقلية كريسبي. يلا بينا نشوف الموضوع الجامد ده قوي. الواحد مش مستحمل يكلمكم عن الأكل بصراحة. بصراحة الأكل مع حمزة يعني عمل أكل رهيب. أنا بصراحة اتخضيت جدا من موضوع المشويات. الراجل ده مظلوم يا جماعة، المشويات عامل صرح مشوي. انا بصراحه مشوياته جميله قوي، مستويه فوق الممتاز. يمكن ناس كتير قوي ما تعرفش ان حمزه ما بيعملش مشوي، لا ده بيعمل مشوي وشاطر قوي فيه. طبعا الفطير شهادتي فيه مجروحه، راجل متخصص في الفطير من زمان، حاجه فوق الخيال بصراحه. وزي ما احنا متعودين كل حلقه هنقول شير واملى بطن غيرك بالخير. واحده لحمزه واحده ليكوا، واشوف وشكوا على خير، هتوحشوني.